معهد المسرح الحديث يلي هو كان بلبنان أول معهد لإعداد الممثل، وكان هو بالمعهد هونيك. المسرح اللبناني بلش بمحل عالي جدا، كان كممثل من الممثلين المهمين والقادرين والبارزين، له حضور على المسرح، حضور طاغي. من 67 لهلا برمت كتير بالعالم وشفت كتير أعمال مسرحية. أنا بقول إنه الفترة الذهبية تبع المسرح الحديث والمسرح اللبناني عامة اللي بلش من 66 لا ما قبل الحرب اللبنانية كان رائع ويضاهي الأعمال المسرحية يلي أنا شايفها بالعالم من كل النواحي. بيروت بيعزة، بيروت الثقافة، بيروت عاصمة العرب الثقافية، بيروت المسرح، بيروت الحريات، بيروت الاقتصاد. كان هو كتب، هو ألف، هو عمل إخراج. كان في ملامح صبغة شكسبيرية بليتامو ديسديمونا. الحقيقة أنا ما فهمت المسرحية أول ما حضرتها، حسيتها كتير صعبة. تحت رعاية زكور كانت نقلة كتير مهمة. المسرحية أخذت بالآخر تلت ساعة صالة كاملة واقفة عم تزقف. شوف إنه هالنهضة هالعصر الذهبي للمسرح قديش تأذى من الحرب. اعتبرت شربل بإيطاليا من أفضل الأعمال اللي تقدمت بسنتا بروما. لكن قبل زردشت صار كلبا، رائعة كاني. عبارة عن مجموعة مشاهد كل ما يمكن أن يذل الإنسان. وبيحب شخصية يوداس وبيعتبر أن يوداس الأقرب إلى المسيح. محاكمة يسوع، إذا شربل ما بسميها مسرحية دينية فأكيد محاكمة يسوع منا مسرحية دينية. اندلفت يصعد إلى السماء وجهان للإنسان اللي هو بنفس الوقت ضحية، ومرات كتير بيكون جلاد وما بيعرف إمتى بيكون ضحية وإمتى بيكون جلاد. إذا المسألة لا خلوني أتسلى معكم، اقتل الوقت تيصير ترمي التسريبة على البيت، روح ناموا ما ضايقكم، أعطوني أدوار عقدي وما تنسوا من زمان كنت شاب وكنت رح صير كولونيل. ذكر النحل كنص مسرحي بينحب لما يقرأ، يعشق لما ينحضر، وبتكون بالسما لما تمثل فيه. ذكر النحل مسرحية عالمية. إجا هو جاب إكيبو، أخذ صالة من عنا لحتى يعمل ريبيتيشونات لصانع الأحلام، العمل الرائع يلي أنا بعتبره أهم عمل. وتعرفت على الحياة مثل ما هي مش مثل ما لازم تكون، واكتشفت إنه العالم إيوش خوف وقساوي وظلم، والنتيجة ناس معذبين، كل الناس معذبين. عرف يخلي الناس تلحق هالممثل، وعرف خلي الممثل يستمتع باللي عم بيوسطه، وهذا المخرج. من قطف زهرة الخرير كون الشخصية الأساسية إنسان مفلوج، حط معاناة الفالج يلي جواته وحاجة الإنسان للآخر، ما بقى يقدر في إشياء ما في يعملها لوحده، هالحاجة التي أذلت تذل الإنسان هي عنوان لكل الحاجات التي تذل الإنسان الصحيح جسدياً. بينقلك أول شيء ثقتك بنفسك، عنده حب للأشخاص للممثلين، كان دايما عنده نكتة والسخرية المهضومة اللي بتحمسك للشغل أكتر. بعدين صرت له إنه معقولة طيب المرة بمسحة كوينية، اكتشفت حالي بالتمرين مهديته لدقيقة. هو بشغله وخصوصي مع الممثل لذيذ. شو يا يلا ماشي ايه خلاص يلا عيدوا وبعدين ما بتعرف كيف تطلع معه الطبخة. حسينا بأول مراحله انه رح يضل كوما كل الوقت يعني، ورح نخسره، عنده استحالة يقدر يتحرك بسهولة. اللي بيشتغلوا مسرح بيعرفوا انه هذا شيء صعب، الواحد حتى يعمل مسرحية قصة منا بالناس بينطلق من فكرة في يعمل بسهولة. اذا بتقول له هلأ بكرة ببلش تمرين، بكرة يعني ببلش بصفحة واحدة، بيرجع بيعيش لما يشتغل مسرح.